السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة اللغة الإنجليزية للصف السابع ولاء الدبعي من مدارس هبة الله. بنكمل إن شاء الله يا سابع بكتاب الأكشن باك يونت 2 الوحدة الثانية. What can we do to slow down global warming؟ ماذا نستطيع أن نفعل لنقلل أو نخفض من الاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي؟ والنص موجود ب page 18. رح نناقش أيضا vocabulary بالصفحات 17, 18 and 19. Let's start. The title of our unit today is Fighting Global Warming. Fighting سابع معناها قتال أو نضال، هنا إجت بمعنى التصدي للاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي. Fighting Global Warming، التصدي للاحتباس أو الاحترار العالمي. Let's move to page 17 and read these words. Our new vocabulary. The first one, global warming, الاحتباس الحراري. Temperature اللي هي درجة الحرارة. Earth الأرض. Atmosphere اللي هي الغلاف الجوي. Climate المناخ. Drought الجفاف. Storm عاصفة. Flood اللي هي فيضان. Carbon dioxide اللي هي ثاني أكسيد الكربون سابع. Violent عنيف وهي adjective. Terrain تمطر. To slow down, phrasal verb, فعل مركب بمعنى يقلل أو يخفض. To accelerate, اللي هي يتسارع. وto warm up, سابع warm up هم بمعنى يدفئ، يعني بسخن لدرجة الدفء. Okay, but to heat up, هنا heat up بمعنى يسخن لدرجة عالية من الحرارة، يعني بيكون الإشي سخن ما بنقدر نلمسه، بينما warm up إحنا بنحكي ندفيه، صح؟ بينما heat up نسخنه. To freeze يتجمد، و to melt اللي هي ينصهر. ولاحظوا انه كل هدول الكلمات اللي اجوا بعد to هم verbs، افعال، لانهم اجوا بعد to. Let's move to page 18 with the text about global warming. We are still in time to save the earth. ما زال لدينا الوقت، او نحن ما زال لدينا الوقت لننقذ الارض. Save بمعنى ينقذ، وهي infinitive verb لأنه إجت بعد to. What can we do to slow down global warming؟ ماذا نستطيع أن نفعل لنقلل من الاحتباس الحراري؟ شوفوا هون يسابة slow down هي phrasal verb، فعل مركب إجت بعد to. Let's start reading. The oceans, the atmosphere, the hot and the cold parts of the planet. Deserts and rainforests depend on the earth's climate. بحكي لي إنه المحيطات، الغلاف الجوي، الأجزاء الباردة والحارة بالكوكب، الصحاري والغابات المطرية، جميعها تعتمد على Earth's climate اللي هو مناخ الأرض. Okay, but our climate is a complex system. ولكن مناخنا هو عبارة عن نظام معقد. That depends on the sun. يعتمد على الشمس. انتبهوا يا سابع، oceans كانت plural noun، ومثلها deserts و rainforests كمان كانوا plural nouns، أسماء جمع. في عندي cold و hot هم adjectives، parts أيضا اللي هي plural noun. في عندي the earth's climate، الأس هاي اللي هي possessive أس، but اللي هي a conjunction for contrasting as you know. في عندي depends on، it means rely on أو relies on، واللي هي يعتمد على وهي phrasal verb. لاحظوا انه اجت بال present simple بالمضارع البسيط، واصن اللي هي الشمس وهي now. Man's machines, cars, planes, trains and computers emit carbon dioxide which doesn't allow the heat from the sun to leave. بحكي لي انه الالات اللي من صنع البشر او من صنع الانسان، السيارات، الطائرات، القطارات والحواسيب، جميعها بتنبعث منها ثاني اكسيد الكربون الذي لا يسمح للحراره من الشمس بان تغادر. لاحظوا هنا machines, cars, planes, trains وcomputers كلهم plural nouns، وامت اللي هي الفعل، طبعا الجمله كانت بالpresent simple tense. في عندي doesn't allow برضو كمان present simple ولكن بالnegative form بحالة النفي سابع، و leave اللي هي infinitive verb. إذا بتلاحظوا معي إنه هون القطعة the writer is talking about scientific facts، بيحكي عن حقائق علمية، لهيك he uses خلينا نقول present simple tense، استخدم المضارع البسيط. أوكي يا سابع، when there is
too much carbon dioxide in the atmosphere, the Earth's temperature goes up. This is called global warming. بحكي لي عندما يكون هناك كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي ترتفع درجة حرارة الأرض وهذا ما يسمى بالاحتباس الحراري أو الاحترار العالمي. We must slow down global warming. Here are some simple things we can do. بحكي يجب أن نقلل أو نخفض من الاحتباس الحراري وهنا بعض الأشياء البسيطة التي نستطيع أن نفعلها. Must يسابع اللي هي model اللي هي فعل ناقص. Okay, we slow down قلنا phrasal verb. أول إشي رح نحكي أو الأشياء البسيطة اللي بنقوم فيها walk or take the bus to school. امشي أو خد باص للمدرسة. Reuse and recycle paper, glass, plastic and aluminum. Reuse بمعنى أعد استخدام و recycle أعد تدوير الورق الزجاج البلاستيك والألمنيوم. لحظة يسابع أنه هذا الفعل عندي use أصلا فضفنا له prefix re علشان نعمل repetition تكرار إعادة استخدام و recycle إعادة التدوير. See, turn off the water while you brush your teeth. بدك تطفي اللي هي الووتر تيب اوكي حنفية المياه بينما عم بتفرش أسنانك ولاحظوا أنه teeth كانت irregular plural. Turn off the lights, the heating, the air conditioning, the TV or computers when you don't use them. إذن أطفئ الأضواء، التدفئة، مكيفات التبريد، التلفاز والحواسيب إذا ما كنت بتستخدمهم. وذم هي objective pronoun. Don't use اللي هي present simple برضو بالمضارع البسيط هذا الفعل ولكن كان بالnegative form بحالة النفي. و don't play video games all the time. ما تلعب ألعاب الفيديو طول الوقت. They use a lot of energy لأنها تستخدم الكثير من الطاقة أو بتستهلك. الذي سابع هاي بتعود على الفيديو games. Plant trees or start a vegetable garden. ازرع أشجار أو ابدأ بعمل حديقة للخضروات. Wear cool clothes in summer and turn down the air conditioning. ارتدي أو البس ملابس باردة بالصيف وطفي الكونديشن أو المكيف. In winter بالشتاء wear warm clothes and turn down the heating. البس ملابس دافية وخلينا نقول خفض التدفئة أو طفيها. لاحظوا يا سابع إنه الجمل من A to F كلياتها بدأت ب verbs بأفعال. أوكي إحنا متعودين دائما على الجملة إنها تبدأ بفاعل. لما تشوف الجملة بدأت بفعل مباشر walk, reuse, plan, turn off, turn on إلى آخره هاي بسميها يا سابع imperative. Imperative يعني صيغة أمر. Imperative يعني صيغة أمر. نطلع على the questions هدول الأسئلة about the text. The first one, how is man responsible for global warming? كيف الإنسان مسؤول عن الاحتباس الحراري؟ Why shouldn't we use computers or play video games all the time? لماذا لا يجب أن نستخدم الحواسيب أو نلعب ألعاب الفيديو طول الوقت؟ والسؤال الأخير اللي هو C, نعتبره critical thinking اللي هو أسف تفكير ناقد. What will happen if we don't try to slow down global warming? برأيك ماذا نستطيع أن نفعل لنقلل أو نخفض من الاحتباس الحراري؟ طبعا يا سابع رح تتم مناقشة هاي الأسئلة وحلها بالحصة التفاعلية على اللايف إن شاء الله. رح أنزل لهذا السؤال وأعطي إجاباته. We have a conversation between نوال and هشام. عنا محادثة بين نوال وهشام. رح نبدأ. I'm worried about global warming. Oh, come on. There is global warming. Oh, هشام, of course there is. The Earth's temperature, يا سابع. Number two temperature goes up every year. There is too much carbon dioxide in the atmosphere. Hisham, can you see carbon dioxide? Of course not. Where is it? It's around us. It affects the climate. إذن هو بيأثر على الطقس. The temperature goes up. The ice in the poles melt. الجليد اللي بالأقطاب حينصهر. The sea levels rise. Number 67 rise. Our planet is in danger. منوقف لهون طبعا الشرح لننتقل لورقة العمل اللي فيها المعاني
والاستخراج والأسئلة. مثل ما أنتم شايفين يا سابع بيونت 2 Fighting Global Warming حطيت لكم المعاني بالصفحات 17, 18, 21 and 22. هون كل المعاني اللي حكيتها واللي لسه بدي أحكيها بصفحة 21 و22 مع Parts of Speech ممكن يساعدكم بالاستخراج. تمام، هلأ في عنا بعض الأسئلة. هاي الأسئلة يا سابع رح نحلها أيضا مع بعض إن شاء الله بتخص الجلوبال وورمينج. ننزل للفايند أوت أعطيكم بس معانيهم لحتى تقدروا تستخرجوا plural noun and adjective model and infinitive verb. بدي اسم جمع، بدي number 2 صفة، number 3 model اللي هو فعل ناقص ذكرته كمان بالفيديو، and infinitive verb اللي هو فعل مجرد يا سابع، preposition حرف جر، gerund اللي هو مصدر، phrasal verb اللي هو فعل مركب، وcompound noun اللي هو اسم مركب. ننزل للي تحت، a conjunction for adding information أداة ربط لإضافة المعلومات، a simple present tense verb اللي هو فعل بزمن المضارع البسيط، an adverb of frequency ظرف تكرار، a subjective pronoun اللي هو ضمير فاعل، a conjunction for contrasting اللي هو أداة ربط للتناقض أو المقارنة، و an irregular plural noun اللي هو اسم جمع غير منتظم، جمع غير منتظم. في عنا سؤال critical thinking سابع بنناقشه مع بعض أيضا، وعندي آخر سؤال اللي هو fill in the blanks with the suitable words، بدنا نختار الكلمة الصح ونحطها ب الجملة. إن شاء الله يا سابع بنشوفكم بالحصة التفاعلية لنحل هدول الأسئلة وأوراق العمل مع بعض. يعطيكم ألف عافية.